أنا كنت فاكر إن الناس نسيتني ولما أكلمها. ولما اتعرض عليا المسلسل أنا كنت خايف الحقيقة، لأن المسلسل موسيقته تقع بين ثلاث حاجات، ثلاث نقط مهمين قوي. النقطة الأولى إن ده شخص غير طبيعي. النقطة الثانية إن الناس بتعامله على إنه مش طبيعي، بس بالسلب مش بالإيجاب، زي ما هو راجل عظيم وأعظم من كل الناس المحامين اللي حواليه. النقطة الثالثة إن كان فيها أغاني لفرقة المصريين، وفرقة المصريين دي كلهم الحقيقة ما بقوش موجودين معانا، هم فوق. أنا ربنا كتب لي عمر جديد علشان أفضل أدعي لهم بالرحمة، لأن فرقة المصريين دي حاجة مضيئة في تاريخ الأغنية المصرية. أشكر الإنتاج وأشكر الناس اللي فكر، السيناريست اللي فكر في إنه يحط الأغاني دي. أوقات أشوف ملامحك وهزني، لأن إحنا كنا فرقة جد بنعمل أغاني جد. أشكركم جميعا، وأنا مش عارف أعمل إيه بعد السن ده كله. يا ريت يعملوا حلقات تانية ويستخدموا نفس المزيكا، وانا ما اقبضش حاجه خالص.